receive Ambassador for Peace. Bedro Haji, and from Lebanon, been in Australia for nearly 5 years, and his profession is interior and graphic designer. He also worked in media field as a radio presenter to Radio 2ME, and a journalist for Al Nojum magazine and other Arabic newspapers. Thank you. انا بدي وانا علي ايوب عم بحكيكم من لبنان، بدي اقول الف مبروك لبيدرو اللي هو مش بس سفير السلام العالمي، سفير السلام العالمي والاعلامي. انا ببوسكم والف مبروك. انا علي ايوب. مباشرة من سيدني أستراليا عبر موقع واحد مميز لبنان إن أستراليا ويب ديلي نيوز، أخبار العالم بين يديك بإدارة الإعلامي بدر الحجي.